biomarkers. فالاكسبلانيشن هو ايش؟ انه يكون في concurrent myocardial involvement يعني بيري مايوكاردايتس. فاذا كان في انزيم ليك او increase بالكاردياك biomarkers هذا indicate muscle involvement. يعطيكم العافية. راح نبلش محاضرة الميوكارديتس. الميوكارديتس وش راح نحكي عنه؟ من الديفينيشن السفكس ايتس يعني انفلاميشن، فمن الاسم ميوكارديتس هي انفلاميشن في الميوكارديوم. راح نحكي عن الكوزز، راح نحكي عن الكومبليكيشن، وراح نحكي عن السيمتوم، وراح نحكي عن الساين بالفيزيكال اكزام، وراح نحكي عن المانجمنت، اللهم صل على محمد. راح نحكي عن الانفستيجيشن. اول شيء راح نحكي عنه بالنسبه للديفينيشن، فراح نحكي الميوكاردايتس هي انفلاميشن في الميوكارديوم. الكومبليكيشن لها راح تكون كارديوميوباثي، وممكن تكون هارت فيلر، وممكن يكون كمان ديسفانكشن بالليفت فنتريكولر. بالنسبه للسيمتوم او الكوزز، نحكي للكوزز الميوكاردايتس، الموست كومن كوزز هو الفيرال، والموست كومن فيرال هو الكوزاكي، بعدين بتبعه الانفلونزا فيروس اي اند بي. بس في عندنا اذر كوزز مثل الاوتو اميون ديزيز مثل الاس ال اي اند روماتويد ارثرايتس، في عندنا توكسينز ممكن تسبب لنا اياها، في عندنا بكتيريا، وفي عندنا دراج. بالنسبه للبكتيريا اللي ممكن تسبب لنا اياها هي نادره 5%، راح يكون اسمها لاين ديزيز، واللاين ديزيز بيكون في عندنا مايوكارديتس او بنسميه مايو بيريكارديتس زائد اي بي بلوك. الكلينيكال برزنتيشن راح يجي المريض مع مايوكارديتس، والمايوكارديوم مثل هي الكتريكال امبلس، هي تنقل الالكتريكال امبلس لكل القلب. فهو راح يكون اعراضها زي الاريثميا، فراح يجي البيشنت عنده شورتنس اوف بريث، عنده تست بين، عنده بالبيتيشن، عنده فتيك، وممكن يكون في عنده ليج سويلنج اذا صار في عندنا كومبليكيشن وصار في عندنا هارت فيلر. فلما نيجي نعمل فيزيكال اكزام للمريض راح نشوف في عنده فيفر اول شيء كونه انفلاميشن، راح يكون في عنده تاكي كارديو لانه راح يعمل لي اريثميا، فهي رده فعل الجسم على اي انفلاميشن راح يعمل لي تاكي كارديو. راح يكون في عندنا هون اس 3 ساوند الموجود بالهارت، هو باثولوجيكال ساوند راح نسمعه. في عندنا فور سبتايز للميوكارديتس، في شيء بنسميه فلومينانت مايوكارديتس، هو افتر فايرال بيريكارديوم، افتر فايرال انفكشن مثل الانفلونزا فايروس، هو بيكون رابيد مايوكارديتس اند نيد هيمودايناميك سبورت، هو اخطر واحد، وممكن يؤدي لنا لهارت فيلر وكارديوميوباثي زي ما حكينا باي مايوكارديتس. لا انا بشرح من هون بس السيدات موجوده على السنتر برزنتيشن افتح السبتايز. هاي السبتايز للميوكارديتس. اول شيء واحد راح نشرح عنه هو الفلومينانت ميوكارديتس، هو بيكون رابد ميوكارديتس افتر فايرال انفكشن مثل انفلونزا فايروس، ممكن يؤدي لهارت فيلر وكارديوجينيك شوك، وهذا النوع بحتاج الى هيمودايناميك سبورت. ثاني نوع راح نحكي عنه هو الاكيوت ميوكارديتس، راح يكون لونجر بيرد، وراح يكون يؤدي لنا الى هارت فيلر ودايليتد كارديوميوباثي. ثالث نوع راح نحكي عنه هو رير، اللي هو كرونيك اكتيف ميوكارديتس، راح يكون هو رير، راح يكون عندنا كرونيك انفلاميشن في الميوكارديوم، في الميوكارديوم. الكرونيك ريزيستنت مايوكارديتس راح يكون في عندنا مايوكارديال انفلتريت، راح يكون معنا تست بين واريثميا، وهذا النوع ممكن يسبب فيكيولار ديسفانكشن. الكلينيكال برزنتيشن حكيناهن مينلي شورتنس زي اي اعراض اريثميا، راح يكون في عنده شورتنس اوف بريست، بالبيتيشن، تاكيكارديا، راح يكون في عنده كمان فيفر. بالفيزيكال اكزام راح نشوف التاكيكارديا، راح نشوف الفيفر، وراح نشوف عندنا اس 3 ساوند. بالنسبه للانفستيجيشن في عندنا لاب تيست راح نعملهم، راح نشوف في عندنا التروبينين اي، راح نشوف عندنا السي تي ام بي،
وعندنا الانتي فايرال انتي بادي راح يكون المرتفعات. بالنسبه للاي سي جي راح نشوف عندنا اس تي تي ويف ابنورماليتي. بالنسبه للتست اكس راي راح نشوف في عندنا كارديوميجالي، لانه احنا قلنا ممكن تؤدي لنا الى دايليتي كارديوميجالي، ممكن تؤدي لنا الى هارت فيلر، فراح يعمل لي ليجد فيلينج برضه. الايكو والام ار اي راح نشوف في عندنا الفانكشن باللفت فنتريكولار راح يقل، وراح يكون ممكن عندنا يصير بريكارديال افيوجن اذا صار في عندي بريكارديتس، ممكن تكون الميوكارديتس مع البريكارديتس. البيوبسي غالبا ما بنحتاجها الا ببعض حالات، يعني اخر شيء بنلجئ لها اذا كان في عندي ساكرويدوسز او كان في عندي داينت سيل ميوكارديتس. اخر شيء راح نحكي عنه هو المانجمنت ميوكارديتس. اول شيء هو المانجمنت لازم تعرفوه انه هو سيلف ليميتنج ديزيز وجود بروجنوسز له. هسه ديث ممكن تصير بسبب البنتريكولار اريثميا او الهارت فيلر، يعني الكومبليكيشن له. اول شيء راح اذا احتجنا ان نعمل له مانجمنت راح يكون سبورت. اول شيء بنعالج الهارت فيلر اذا كان في عندنا هارت فيلر، راح نعالج الاريثميا اذا كان في عندنا اريثميا. اخر شيء راح نشوف طبعا راح ننصح المريض انه يبعد او يتجنب الانتنس فيزيكال اكزيرشن. واذا كان في عندنا انفكشن عن طريق البكتيريا راح نعطيه انتي مايكروبيال، واحنا قلنا ممكن يكون في بكتيريا الكوز اذا كان عندنا لايم ديزيز. واذا كان نت ريسبونسيف بعد كل تريتمنت هارت راح نحتاج الى ميكانيكال فنتريكولار اسيست ديفايس. واخر شيء ممكن نحتاج له هذا غالبا رير، واذا المريض وصل لهي المرحله راح يتوفى، اللي هو الهارت ترانسبلانتيشن. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. اهم شيء تعرفوا الكومبليكيشن زي ما حكى انه ممكن تكون هارت فيلير او فنتريكولار اريثميا، والمانجمنت عاده سبورتيف. يعطيكم العافيه، ممتازين كلكم، يعطيكم العافيه. اعطوني الاسماء. ابعثوا لي كل الاسماء الناس اللي اليوم حكت سيمينار. خلي السي ار